السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة إخبارية ميدانية لهذا اليوم عبر برنامج الحدث. نتناول آخر المستجدات على الساحة السورية ونستطلع التطورات الميدانية عبر شبكة مراسلين المنتشرين في المحافظات السورية وكذلك النشطاء الإعلاميون. ودعونا نبدأ من درعا، حيث الثوار يستعيدون السيطرة على الحي الشرقي لمدينة الشيخ مسكين، واشتباكات بين الثوار وقوات النظام في حي المنشية، ووسائل إعلام إيرانية تؤكد مقتل 8 عناصر من الحرس الثوري في معارك الشيخ مسكين. ومزيد من التطورات يطلعنا عليها مراسلنا نور الرفاعي. نور، مساء الخير. مساء الخوي ناصر، أهلا بك نور معنا في الحدث. يعني ما هي تطورات الشيخ مسكين اليوم وسط أنباء تتحدث عن سيطرة الثوار على حي من أحياء الشيخ مسكين؟ ما هي الأحداث بالتفصيل؟ نعم ناصر. نعم ناصر، اليوم الحدث الأبرز في مدينة الشيخ مسكين، حيث أطلق الجيش الحر عدة معارك فيها على مدى اليومين الماضيين لردع قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني في البلدة، حيث تمكن الثوار من استعادة زمام المبادرة والانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم ودحر قوات النظام من العديد من الأبنية الاستراتيجية في الحي الشمالي والشرقي من البلدة، وأوقعوا خسائر فادحة على مستوى الأرواح في ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيات حزب الله اللبناني، تمثلت بقتل أكثر من 20 عنصر بينهم 8 من الحرس الثوري الإيراني في كمين في أحد الأحياء الشمالية بعد اشتباكات طاحنة استخدمت فيها كافة ألوان أسلحة بين الجيش الحر وقوات النظام وتلك الميليشيات. اليوم الشيخ مسكين انتقلت معارك من المعارك المفتوحة إلى معارك الكر والفر وحرب الشوارع على الأطراف الشمالية من البلدة. تواردت لدينا أنباء وصول الثوار إلى السواتر الترابية على أطراف اللواء 82 والسرايا المحيطة به. قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني لا تنفك عن طلب النداءات ومؤازرات عبر قبضات اللاسلكي لسحب قتلاهم وإرسال تعزيزات لتصدي للثوار. اليوم أيضا الشيخ مسكين قصفت بسرب طائرات روسية ألقت قنابل جوية شديدة الانفجار على البلدة، تسببت بدمار هائل في منازل المدنيين والأحياء السكنية، كما أنها تقصف بشكل يومي بوابل من راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وقذائف الهون. بالانتقال إلى بلدات حوران بصر الحرير، قبل أن ننتقل إلى بلدات أخرى، نور يعني أود أن تشرح لي، يعني أليس من خطة للثوار لقطع طرق الإمداد عن الشيخ مسكين لقوات النظام والميليشيات الموالية لها؟ يعني دائما تستجلب نجدات عبر القبضات، يعني ألا يجدر بقطع طرق الإمداد؟ نعم ناصر، الثوار أعلنوا على مدى يومين معارك طاحنة أهمها معركة أهل النخوة لتصدي تلك الميليشيات والحشود العسكرية الضخمة والهائلة في الشيخ مسكين. قوات النظام تتمركز في بلدة إزرع والتي تعتبر من مقرات الفرقة الخامسة واللواء 112، هذا اللواء كبير جدا والفرقة الخامسة كبيرة جدا، تحتاج إلى معارك طويلة الأمد في حال أن لم يكن هناك أي تغطية جوية للثوار. تلك المنطقة هي مليئة بالجيش والقطاعات العسكرية وأفواج المدفعية وأفواج الصواريخ، فذلك يصعب الأمر على الثوار لقطع طرق الإمدادات لميليشيات النظام وميليشيات حزب الله في الشيخ مسكين. نعم نور، انتقل كما أردت إلى بصر الحرير، ما هي تطورات اليوم؟ نعم، قرى حوران تشهد بصر الحرير نوى الطيحة الحارة أبطع، كلها تقصف بشكل يومي براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، هناك حصيلة جرحى يومية لا تقل عن 5 جرحى، وعدد من الشهداء في تلك البلدات البارح نوى شيعت أكثر من 6 شهداء ارتقوا نتيجة القصف المدفع من قبل قوات النظام على بلدة نوى. هذا ما حصل حتى هذه اللحظة في أحياء حوران وبلدات حوران. نعم نور، وماذا عن حي المنشية بدرعة؟ هناك اشتباكات اليوم، ما التطورات؟ نعم ناصر، أحياء درع البلد البارحة قصفت بصواريخ الفيل والتي تعتبر من الصواريخ المدمرة بشكل كبير عدا مدافع الهون والمدفعية الثقيلة والقنص الذي لا يفارق شوارع درع البلد وأحيائها ولا يفرق القناصين بين أي طفل أو امرأة أو مدني حتى. حي المنشية تدور به اشتباكات متكررة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الثوار والمرابطين هناك وقوات نظام تلك المنطقة، هناك كر وفر بين الثوار بين طرفي النزاع في تلك المنطقة. نعم نور، وبالنسبة لإعلان الحرس الثوري مقتل 8 عناصر، يعني أود أن أسألك، هل الحرس الثوري يقود العمليات في الشيخ مسكين أم أنه يعني مشاركة، هل مشاركة واضحة ظاهرة؟
نعم، عبر تنصت الثوار على قبضات اللاسلكي تبين أن قيادة المعركة تخضع لعناصر حزب الله اللبناني وميليشيات إيرانية والحرس الثوري الإيراني. اليوم ضمن معارك أهل النخوة وفزعة أهل حوران وثوارها في بلدة الشيخ مسكين أوقعوا العديد من القتلى في صفوف قوات النظام. قدر العدد حتى هذه اللحظة بعشرين عنصر، بينهم ثمانية في كمين في الأحياء الشمالية بعد اشتباكات استمرت بينهم وبين الثوار في تلك المنطقة. نعم نور الرفاعي، يعني قبل أن أختم نور، بالنسبة للقنيطرة هل من تطورات اليوم؟ نعم، محافظة القنيطرة تشهد تطورات جديدة حيث قوات النظام تستخدم أرتال عسكرية مؤلفة من العشرات من سيارات الدفع الرباعي المحملة بالشبيحة وعدد من الآليات المدرعات على جبهات ريف القنيطرة الأوسط، فيما يبدو أن هناك عمل عسكري لتلك القوات باتجاه المناطق المحررة في محافظة القنيطرة. أيضا اليوم وقد وصلنا الآن خبر عاجل أن قوات النظام تقوم بشن حملة اعتقالات في مدينة خان أرنبة تطال المدنيين النازحين إلى تلك المدينة والقاطنين فيها، تقتادهم إلى فرع السعسع، فرع 220 في بلدة السعسع بريف دمشق الغربي. يعني هل نور هل هناك اعتقالات في القنيطرة للتجنيد؟ نعم، هناك اعتقالات في مدينة خان أرنبة طالت المدنيين من النازحين في تلك المنطقة والقاطنين فيها. شن تلك الحملة عدد ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيات الأمن العسكري، اقتادوا المدنيين إلى فرع 220 وفرع المعروف بفرع الأمن العسكري في بلدة السعسع بريف دمشق الغربي. يعني نور، أنت تقول أن النظام يستخدم تعزيزات في القنيطرة إلى الريف الأوسط، يعني هل بقي له طرق ليستجلب التعزيزات إلى القنيطرة؟ نعم، يعني طريق السلام وطريق والأستراد أيضا مسيطر عليه من قبل الثوار على ما أعرف، يعني هل بقي غير طريق نعم جبل الحرمون من حضر وإلى آخره؟ نعم قوات النظام في القنيطرة بعد معارك عسكرية طاحنة في بين الثوار ريف دمشق الغربي ريف القنيطرة وثوار ريف القنيطرة استطاعت بس سيطرتها على استراد السلام وتأمينه واستراد دمشق القنيطرة القديم. هذا شرياني الحياة لميليشيات النظام في محافظة القنيطرة. قوات النظام أصبحت تسيطر فقط على 20% من محافظة القنيطرة. تلك ال20% هي عبارة عن خط دفاعي طبيعي جغرافي مؤلف من عدد من التلول الاستراتيجية في تلك المنطقة، تل الشحم وتل الشعار وتل البزاق وتل الكروم. تشكل تلك التلول سلسلة جبلية تعيق تقدم الثوار في تلك المنطقة، عدا أيضا السرايا العسكرية المنتشرة في تلك المنطقة والتي تشكل سلسلة من السرايا العسكرية وعدد من خطوط الدفاع في ريف القنيطرة الأوسط التابع لقوات النظام. يعني نور، التعزيزات هل هي من جهة درعا ودمشق معا أم فقط من جهة درعا؟ لا، من جهة ريف دمشق الغربي من المكونة. طبعا قوات النظام والمعروف أنها لم يت... أعدادها قليل الآن، الجيش النظامي أعداده قليل، فإنه يستخدم ميليشيات الدفاع الوطني المتواجدة في ريف دمشق الغربي في من جديدة الفضل وأحياء دمشق أيضا وأحياء السيدة زينب. نعم، شكرا لك مراسلنا من درعا نور الرفاعي، شكرا جزيلا لك على ما أفدتنا به. يعني يقول نور اليوم أن التطورات في الشيخ مسكين، أن المعارك يعني ما زالت مستمرة كر وفر، وسيطرة الثوار على أجزاء كبيرة من الحي الشمالي والشرقي للشيخ مسكين، وقتل بأعداد كبيرة للنظام، وقصف يستهدف قصف مدفعي يستهدف معظم قرى وبلدات حوران، وتعزيزات عسكرية في القنيطرة. وبالانتقال إلى حماة مشاهدينا الكرام، اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في محيط قرية الرميلة أو الرملية، وقوات النظام تقصف بلدة اللطامنة بقذائف الهاون، وتطورات جديدة اليوم يطلعنا عليها مراسلنا سيف الحموي. سيف، مرحبا بك. أهلا بك ناصر، تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين. حياك الله سيف، ما هي اليوم يعني تطورات بشكل عام الريف الجنوبي، ريف حماة الجنوبي، ما التطورات اليوم؟ نعم، بالنسبة لريف حماة الجنوبي، شنت قوات النظام هجوم على قرى في ريف حماة الجنوبي. اليوم دارت اشتباكات عنيفة في قرية أرميلة، تم خلالها صد محاولة التقدم لقوات النظام، ودارت اشتباكات عنيفة تخللها قصف مدفعي من قبل الثوار على حواجز قوات النظام التي حاولت التقدم باتجاه هذه القرية. بالمقابل أيضا تم شن هجوم على حاجز الناصرية في ريف حماة الشمال الشرقي الواقع شمال صوران، وتم عملية خاطفة تم تحريره وتم
اغتنام العديد من الأسلحة والذخائر من هذا الحاجز، وتم قتل معظم عناصره، ومن ثم الانسحاب التدريجي من هذا الحاجز، بالإضافة إلى استهداف قوات النظام لبلدة اللطامنة بقذائف المدفعية، واستهداف أيضا المصاصنة والبويضة من قبل الثوار على هذه الجبهة. يعني ربما تكون الاشتباكات خفيفة نوعا ما في جبهات ريف حماة وباقي الجبهات المناطق السورية، وذلك لصعوبة الوضع الجوي من الجليد والثلوج المتساقطة بشكل مستمر، وهذه الحالة ربما أربكت قوات النظام وجعلتها تحيد سلاح الجو لبضع ساعات قليلة، وبالتالي عدم تمكن قوات النظام من التقدم على الأرض. قامت أيضا قوات النظام اليوم باستهداف بلدة السرمانية في سهل الغاب بقذائف المدفعية، التي تحاول منذ ربما أكثر من شهر اقتحامها والوصول إليها عن طريق قرية الكامب، وما يعني استمرار هذه الاشتباكات في هذه المنطقة وعجز قوات النظام عن التقدم إليها. يعني سيف، بداية الهجوم على حاجز الناصرية، هل هو هجوم البارحة أم هجوم جديد لليوم؟ نعم، في البارحة تمكن الثوار من الهجوم بعملية خاطفة في الحقيقة، يعني دون إعلام ودون أي تحضيرات ربما ترتيب بشكل مفاجئ، تم الهجوم على حاجز الناصرية. تم تدمير ثلاث آليات داخل هذا الحاجز البارحة، وتم اغتنام العديد من الأسلحة والذخائر المتنوعة الخفيفة، وأيضا صواريخ مضادة للدروع، بالإضافة إلى مقتل معظم من كان في الحاجز من قوات النظام. هذا يعني في البارحة، واليوم يعني تم الانسحاب من هذا الحاجز. نعم سيف، يعني أود أن أسألك عن الريف الجنوبي، هل تسيطر قوات النظام على كامل ريف حماة الجنوبي أم أن هناك يعني مقاومة من الثوار؟ يعني ما الوضع؟ نعم، هناك الخارطة بالنسبة للريف نعم الجنوبي؟ لو 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 شرحت لك بالنسبة لهذا الوضع، أو الوضع ريف حماة الجنوبي ملتصق مع ريف حمص الشمالي، الشمال. يعني هذه الجبهة تكاد تكون جبهات مترابطة بين ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي. يعني بالنسبة لقوات النظام تسيطر على قرى فيها، وأيضا الثوار يسيطر على قرى حر بنفسه وقرى أخرى. سيطرت قوات النظام على قرى صغيرة هناك لا تكاد تذكر من خلال بعض التقدم التي تقدمته في هذه المنطقة، واليوم حاولت التقدم باتجاه هرميلة، ولكن قلت لك هذه الجبهات مترابطة مع جبهات حمص تير معلى وغيرها من الجبهات، يعني تكاد أن تكون جبهة واحدة. يعني سيف، أطلقت نداءات استغاثة أو استنجاد من الريف الجنوبي لحما قبل أيام، هل تمت الاستجابة من بعض الفصائل؟ يعني خاصة أن الريف حمص الشمالي كان متنفسه الوحيد هو طريق من ريف حما الجنوبي، حتى نعم لا صح. يتم إطباق الحصار على ريف حمص الشمالي، يعني هل تمت الاستجابة لهذه النداءات؟ نعم صحيح ناصر، بالضبط ما ذكرت. يعني جبهة تير معلى والباقي الجبهات التي تعرض لقصف ومحاولات اقتحام عنيفة من قبل قوات النظام في حمص، تمثلت أيضا بالمقابل بربما الضغط على قرى وبلدات ريف حماة الجنوبي. كانت الفصائل هناك متواجدة أصلا، يعني مختلف الفصائل الموجودة على الأرض كانت متواجدة وحاولت صد قوات النظام. اليوم أيضا تم يعني هناك في الحقيقة الجبهات المشتعلة ربما تستنزف معظم القوة، ولكن بالنسبة للفصائل المتواجدة كانت كفيلة برد قوات النظام في هذه المنطقة. ريف حماة الجنوبي ربما يؤثر على ريف حمص الشمالي، وكانت القوة حاضرة لرد أي تقدم لقوات النظام في المنطقة. نعم سيف، يعني أود الانتقال بك إلى الريف الشمالي لحماة، هل هناك من تطورات؟ نعم، بالنسبة لتطورات الريف الشمالي ذكرت لك أن البارحة آخر التطورات كانت في تحرير حاجز الناصرية، اليوم قامت قوات النظام بالقصف المدفعي على بلدة اللطامنة. جبهات كفرنبودة يتم فيها الرباط في أصعب الظروف حقيقة مع موجة الصقيع التي تحدث في هذه المنطقة، ما زال الثوار مرابطون على مختلف الجبهات، حتى هناك ربما عمليات قادمة يقوم بها الثوار، و ننتظر يعني هذه الأخبار وننتظر ربما إعلان جديد عن معارك جديدة.
نعم، وبالنسبة لسهل الغاب، يعني هل يتوقف القصف، قصف الجوي بهذه العاصفة الثلجية سيف؟ نعم، بالنسبة لسهل الغاب حقيقة يعني سهل الغاب من إحدى الأكثر مناطق سخونة ربما في سوريا، يعني هذه المنطقة القريبة قريبة نقاط الاشتباك، يعني نقاط الرباط حتى قريبة أقل من 1 كيلو متر بين الثوار وبين الميليشيات الأخرى التي موجودة هناك، الميليشيات الإيرانية والميليشيات اللبنانية. طبعا في هناك قسم من الغربي لسهل الغاب في المنصورة والتلزجرم والقاهرة، وأيضا بالجزء الشمالي أيضا هذا يتبع لسهل الغاب فورو والبحصة والسرمانية. يعني الجبهة التي عجز النظام عن اقتحامها في المنصورة حاول اقتحام باتجاه قرية السرمانية، طبعا الثوار يسيطرون على الكم، وأيضا تدور اشتباكات في فورو بمحاولة للنظام بالتقدم. القصف لا يكاد يهدأ في الحقيقة، يعني خطة النظام ربما أن تكون التقدم باتجاه السرمانية، وذلك لقربها من جسر الشغور، وبالتالي ربما يقوم بعمليات التفاف، ولكن هذا ما عجز عنه حتى الآن. التقدم من اتجاه أيضا جب الأحمر، جب الأحمر الواقع في فوق السرمانية على مرتفع في سفح الجبل، أيضا هذا يحاول التقدم من هذا المحور. يعني جميع النقاط التي تحاول التقدم النظام فيها على سهل الغاب يعجز عن ذلك، ورغم كل آلات القصف التي يستخدمها، شاهدنا أيضا القصف بخمس راجمات صواريخ بلحظة واحدة، وأيضا هذا القصف لا ينقطع ولا يهدأ. الطيران الروسي أو الطيران السوري ما زال يحلق في الحقيقة، ولكنه بشكل بوتيرة أخفض من الأيام السابقة بسبب سوء الأوضاع الجوية، ولكنه ما زال يحلق ب يعني كثافة أقل. نعم سيف، لو حدثتنا عن العاصفة التي تعصف اليوم بعموم سوريا وبالأخص في حماة وإدلب، هل يستمر تساقط الثلوج إلى اليوم؟ نعم، البارحة معظم الليل تم تساقط الثلوج حتى ساعات الصباح الأولى، ولكن مع ظهور ساعات الصباح الأولى تشكلت طبقة من الجليد أدت إلى ربما قطع الطرقات المختلفة، أو ربما شكلت حالة من التجمد على مختلف المناطق. يعني الجليد الذي تشكل من الثلج أصبح طبقة جليدية، هذه أدت إلى شل تقريبا معظم الحركة السكانية أو الحركة التجارية، أدى ذلك إلى ارتفاع في الحقيقة في أسعار مختلف المواد، سواء كانت المواد الغذائية أو غير الغذائية، مواد النفط، يعني هذا سبب ارتفاع في مختلف أسعار في السوق. يعني حتى الجليد أيضا، يعني رغم ذلك نجد أن المرابطين يرابطون على مختلف الجبهات في ريف حماة. ولو ذكرت، لو سمحت لي يعني أذكر هذه الحادثة، نعم تفضل سيد. أحد المرابطين كان يرابط على جبهة في سهل الغاب، بعد أن انتهت نوبة رباطه وجد إصبعته متجمدة على زناد بندقيته. نعم أعانهم الله. شكرا لك سيف الحموي مراسلنا من حماة، شكرا جزيلا لك على ما أفادنا سيف بصد محاولة تقدم للنظام تجاه قرية أرميلة في الريف الجنوبي، وتحرير حاجز الناصرية في الريف الشرقي أو الشمالي، واستهداف للسرمانية في محاولة تقدم أيضا، وحالة مناخية أو الطقس صعب يعني في حماة، في عموم ريف حماة، بهذه العاصفة الثلجية التي تحول الثلج فيها إلى جليد. نذهب إلى فاصل قصير ونعود جولتنا مشاهدينا. أهلا بكم من جديد. إلى حلب ننتقل مشاهدينا الكرام، حيث غارات للطيران الروسي على أحياء المدينة في حلب والريف أيضا، وقتل بينهم ضابط بالميليشيا العراقية في معارك الريف الجنوبي، وتطورات نستضيف محمد الهادي مراسل وكالة قاسيون من حلب يطلعنا على مزيد من التطورات. مرحبا بك يا محمد. أهلا ناصر، حياك الله محمد. ما يعني أين كانت تركز الاستهداف اليوم بالطيران الروسي في أحياء مدينة حلب؟ حقيقة شهدنا غارات جوية روسية على محافظة حلب في مدينة حلب وفي المناطق الشرقية تحديدا. قام الطيران الروسي بإلقاء 3 صواريخ على مناطق مختلفة في المناطق الشرقية في محافظة حلب.
أيضا في ريف حلب الشمالي كانت هناك غارة على قرية تل مصيبين، كانت من الطيران الروسي وتسببت بأضرار مادية. في هذه الأثناء أيضا نرى حالة إنسانية صعبة، البرد الشديد حقيقة يسود في هذه المناطق، الثلوج لا تكاد تهدأ، هناك برد قارس في هذه المناطق، وهناك حالة إنسانية صعبة يعيشها النازحون من ريف حلب الجنوبي ومناطق الأخرى. نعم، هل ما زال يستمر تساقط الثلوج محمد في ريف حلب الشمالي؟ نعم، مساء أمس انتهى تساقط الثلوج وصباح اليوم نزلت الأمطار، والآن يعني الجو يعني ممكن أن يكون هناك ثلوج في الأوقات القادمة، ممكن أن تكون هناك أمطار، ولكن على الطرفين هناك برد قارس في هذه المنطقة. نعم، بالنسبة ميدانيا في الريف الشمالي محمد، ما هي التطورات اليوم؟ هل ما تزال الاشتباكات مستمرة؟ بالنسبة للاشتباكات الريف الشمالي اليوم لم يشهد تطورات جديدة، الأخبار وردت من ريف حلب الجنوبي حيث استهدف الثوار مواقع لقوات النظام في قرية خانطومان بقذائف الهاون، كما استطاع الثوار أن يقتلوا ضابطا تابعا لحركة النجباء العراقية على جبهات البنجيرة والبكارة في ريف حلب الجنوبي، بالإضافة إلى قتل عنصرين آخرين. أيضا داخل مدينة حلب شهدت جبهات بستان الباشا والخالدية والشيحان اشتباكات بين الثوار وقوات النظام، استهدف من خلالها الثوار مواقع لقوات النظام بقذائف الهاون وقذائف من مدفع جهنم، واستطاع الثوار تدمير دشام لقوات النظام. نعم محمد، وبالنسبة للريف الشرقي كانت هناك اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية، ما هي التطورات اليوم؟ نعم، حقيقة لا شيء جديد نشهده في ريف حلب الشرقي أو الشمالي، في الفترة الأخيرة شاهدنا اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الحر في ريف حلب الشمالي أسفل عن تقدم لجيش سوريا الديمقراطي، لكن لا جديد اليوم. نعم، وهل ما زال خرق الهدنة مستمرا بين الهدنة التي أسقطها غرفة عمليات مارع بسبب اعتداءات الميليشيا الكردية؟ يعني ما هي التطورات اليوم؟ هل ما زالت الهدنة مسقطة؟ لا يوجد هدنة حقيقة، تم اختراقها بشكل كبير حيث تقدم تنظيم جيش الثوار وتنظيم الوحدات الكردية البي واي دي وتنظيمات أخرى تابعة للوحدات الكردية، تقدموا وجابت اشتباكات في تلك المنطقة وسيطروا على بلدة كشتعار بالإضافة إلى قرى صغيرة أخرى جانبها، أي أن الهدنة قد اخترقت منذ فترة بعيدة. نعم محمد، يعني هل ترى أن ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية اليوم على نفس الخط مع الميليشيات الكردية في حلب؟ نعم بالطبع، يعني هذا الشيء واضح جدا، جيش سوريا الديمقراطي وجيش الثوار كلها تعمل لصالح الوحدات الكردية الآن، وتتقدم في المنطقة الشمالية لتصل إلى طريق عزاز لتسيطر على الحدود السورية التركية، الخطة واضحة ويعني هناك تخوف كبير منهم في الحقيقة. يعني تركيا كانت قد هددت بعدم الاقتراب من غرب الفرات، وها هي يعني نوع من النكاية بتركيا على ما أعتقد، تأتي قوات سوريا الديمقراطية وجيش الثوار إلى هذه المنطقة لكي تسيطر على مناطق وتساند الميليشيا الكردية. يعني برأيك ماذا سيكون موقف تركيا من إذا سيطرت هذه القوات على هذه النقطة المشتركة مع تركيا؟ نعم، يعني في هذه النقطة لا أعتقد أن يحدث شيء إلا أن تدعم تركيا فصائل الجيش الحر بأسلحة متطورة أكثر بكمية كبيرة من الأسلحة كي تقاوم الميليشيات الكردية، لأن حتى الآن لم نرى يعني شيء جدي فعلي من تركيا جراء تقدم القوات الكردية إلى حدوده. نعم محمد، بالنسبة لست تشرين كانت هناك قد أطلقت نداءات لكي تعود اللجنة اللي كانت عاملة في السد، وتحذيرات من كارثة إنسانية، ما هو الوضع اليوم؟ في الحقيقة يعني في تلك المنطقة لا شيء جديد، يعني وخصوصا أن طرفي النزاع يعني معروفين حقيقة، تنظيم
الدولة وتنظيمات كردية، وكلا الأمرين غير كلا التنظيمين غير مكترث بحياة المدنيين ولا بحياة أحد، يعني كل تنظيم يعمل لصالحه ولا نرى يعني أي مبادرات إنسانية. يعني لا جديد، ولم يعد طاقم العمال الذي كان عاملا في السد وينظم أموره. نعم. نعم، شكرا لك محمد الهادي مراسل وكالة قاسيون، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. يعني أفادنا محمد بتواصل هطول الثلوج أو الأمطار على ريف حلب ووضع مناخي قاسي، إضافة إلى استهداف لكثير من مواقع الريف سواء في الريف الشمالي أو الجنوبي، اشتباكات في مدينة حلب واستهداف لمواقع النظام في خان طومان. هذا كان أبرز الأحداث اليوم في محافظة حلب. وبالانتقال إلى الرقة مشاهدينا الكرام، الميليشيا الكردية تسيطر على 5 قرى غرب مدينة عين عيسى، وجبهة ثوار الرقة تعلن حل جيش العشائر، وتطورات أخرى يطلعنا عليها أحمد عبد القادر مدير مؤسسة عين على الوطن. أستاذ أحمد، مرحبا بك. مرحبا بك صديقي. أهلا بك معنا في برنامج الحدث. يعني ما هي تطورات الاشتباكات اليوم بين الميليشيا الكردية وتنظيم الدولة، حيث أنباء عن سيطرتها على 5 قرى حول مدينة عين عيسى، ما هي التطورات بالضبط؟ نعم، أولا السلام عليكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. كما ذكرت في تقريركم أن القوات الكردية سيطرت على أكثر من 5 قرى في محيط مدينة عين عيسى وفي محيط مدينة تل أبيض. هذا التقدم جاء بعد محاولة الأخيرة لتنظيم داعش من محاولته السيطرة على اللواء 93 وعلى مدينة عين عيسى الواقعة بين مدينة عين عاب ومدينة تل أبيض، والتي تعتبر هي منطقة استراتيجية جدا. فشل التنظيم في السيطرة على اللواء 93 بالإضافة على السيطرة على مدينة عين عيسى، لكنه سيطر على عدد من القرى في حول هذه المواقع. استطاعت يوم البارحة القوات الكردية طبعا بالتعاون مع طيران التحالف الذي لم يفارق سماء المنطقة بإعادة السيطرة على 5 قرى بالإضافة إلى 4 مزارع صغيرة على الحدود الإدارية التي تفصل رقة عن مدينة حلب. من القرى طبعا التي تحاط هي القادرية، علي الشمري، الحسينية، الطاقاعة. هذه القرى كان سيطر عليها تنظيم داعش منذ 4 أيام. بخصوص موضوع وهو الموضوع الأهم الذي بات حديث الناس اليوم والبارحة، هو موضوع حل جيش العشائر وإنهاءه وتسليم جميع أسلحته واعتاده إلى جبهة الطوارق. الكل يعلم أن لواء العشائر هو شكل بعد سيطرة القوات الكردية على مدينة تل أبيض، وكان من المفترض أن يكون جيش العشائر جيش مسؤول عن مدينة تل أبيض، مسؤول عن حماية العاب، يشارك في جميع المعارك بالنسبة لتحرير مدينة تل أبيض أو لتحرير المواقع التي هي تحت سيطرة داعش. بعد سيطرة القوات الكردية وإعلان تشكيل جيش العشائر، كان هناك حديث يعلمه جميع أن أمريكا ستدعم هذا الجيش وأن الكثير من الدول ستدعم هذا الجيش. بعد أن قامت الدول بتسليم الأسلحة للقوات الكردية، هي منعت من وصول هذه الأسلحة لجيش العشائر، لم تقوم بتسليم جيش العشائر أي شيء إلا القليل القليل منه. هي تحاول أن تبقي دائما القوة والسيطرة بيدها، لا تريد لأي فصيل من أبناء العاب أو من أبناء جيش الحائر المتواجدين معها أن يكون له أي قوة في المنطقة، وهي قامت بهذا الشيء حيث حاصرت لواء طوارق وجيش العشائر، منعت عنهم الإمدادات، منعهم عنهم حتى الخبز لمدة أكثر من 15 يوما، لم يقدموا لهم أي شيء، إلى أن أجبروا طبعا قيادة جبهة طوارق لأنها لم تعد قادرة على مصروف جيش العشائر أو على تمويله، أعلنوا عن حل جيش العشائر وتبعية جميع أسلحته وما يملك إلى جبهة طوارق. نعم أستاذ أحمد، يعني برأيك لماذا أمريكا تختار الأكراد على العشائر، يعني عكس تجربتها في العراق؟ على العكس تماما، أمريكا أيضا في العراق هي تعاون البشماقة، قوات البشماقة أكثر ما تعاون القوات العربية. الأمريكان بشكل كامل أو بشكل دائم يحاولون أن يحدثوا أن الأكراد هم فصيل قوي، فصيل ملتزم، فصيل متزن، فصيل يتقدم ويقوم بالتحية. هذا الشيء غير منطقي، الكل يعلم أن في ريف حلب قوات من الجيش الحر، قوات كبيرة تتقدم، ولو قدموا لهم ربع ما قدموا للقوات الكردية لكانوا الآن وصلوا إلى حدود محافظة طرقة وتم تحية طبقة وغيرها. اليوم الأمريكان تبحث عن شريك جديد لها، هي اختارت القوات الكردية كشريك لها، وأكبر دليل لهذا الأمر بالمنطقة يوجد لواء طوارق. الكل يعلم أن لواء طوارق
هو من أقدم ألوية الجيش الحاء الموجودة على الأرض، هو من الألوية التي قاتلت داعش ولا زال حتى اليوم يقاتل داعش، هو من الألوية التي ساعد القوات الكردية عندما هاجم داعش مدينة عين عاب وكان من المدافعين الأولين عن تلك المدينة. حتى هذا اليوم لم تتواصل مع الأمريكان، جميع التواصل يكون أو الدعم عن طريق القوات الكردية، كي تبقى القوات الكردية هي المسيطرة وهي صاحبة القرار في المنطقة. نعم أستاذ أحمد، يعني لماذا أمريكا، كيف يتماشى هذا مع سياسة أمريكا في المنطقة، مع أننا نعلم أنها أنها تعتبر تركيا حليفتها وقد صرح بأكثر من مرة الحليف والشريك الاستراتيجي وإلى آخره من هذه التسميات التي كانت أمريكا تسمي بها تركيا، كيف يستقيم مع أمريكا هذا الأمر أن تدعم العدوين في وقت واحد وتعتبرهما حليفين لها؟ هذا الشيء الذي تحدثنا عنه وهذا الشيء الذي يجب أن نوضحه، كانت أمريكا دائما تتحجج بهذا الشيء أو دائما تجد لها مخرج من هذا الشيء، أن هناك مع القوات الكردية هناك فصائل جيش حار مثل لواء طوارق مثل جيش العشائر مثل لواء التحية وغيره، دائما كانت الحجة أن هناك ألوية، دائما بعثنا بأكثر من رسالة عبر عدد من القنوات أن القوات الكردية هي من تسيطر، القوات الكردية هي من تستلم، القوات الكردية هي من تريد أن تبقى السلطة والزعامة بيدها هي. الكل يعلم أن مدينة الأبيض خرجت من احتلال تنظيم داعش إلى احتلال القوات الكردية، الكل يعلم عشرات حالات التهجير، عشرات حالات هدم المنازل قامت فيها القوات الكردية في مدينة الأبيض وريفها. هذا الشيء اليوم بات يطفو للسطح، لم يبقى غامض، اليوم باتت وخصوصا بعد البيان الذي أصدرته جبهة طوارق يوم البارحة بحل جيش العشائر. أتمنى أن يكون هذا الشيء واضح للمجتمع الدولي وخصوصا لأمريكا، أن القوات الكردية لا تريد أي شريك من الجيش الحر، لا تريد، هي تريد أن تسيطر، هي تريد أن تكون صاحبة الكلمة الأولى، هي تضع فقط تريد فصائل الجيش الحر أن يبقوا موجودين، لا قتال لا شيء، مجرد أن يقدموا لهم بعض الطعام وبعض المصاريف كي يبقوا في مكانهم، تريد هي أن تكون صاحبة القوة والنفاذ. وهذا الشيء أنا أتوقع أن لن تقبله جميع فصائل الجيش الحر، وأكبر دليل على ذلك البيان القوي الذي أصدرته جبهة طوارق، كان بيان رائع وكان رسالة واضحة للحقيقة لما يجري في مدينة الأبيض وريفها. يعني لم تفعل أمريكا ما فعلته مع قوات سوريا الديمقراطية، ما الفرق بين قوات سوريا الديمقراطية وجيش العشائر بالنسبة للخط المقاوم في داخل سوريا؟ صديقي أنت سألت سؤال مهم، الفرق بين قوات سوريا الديمقراطية وبين جيش العشائر، قوات سوريا الديمقراطية هي فصيل لقوات كردية، دعنا نوضح شيء، اليوم التسميات تختلف، اختلفت التسمية من قوات سوريا الديمقراطية إلى قوات اليبيجي إلى قوات حماية الشعب الكردي، كل ما يقومون بتغيير التسمية، لكن هي الحقيقة الواقع الإدارة هي لليبيجي، السيطرة لا تزال اليوم حتى هذه اللحظة في قوات سوريا الديمقراطية وغيرها هي لليبيجي، قوات الكردية اليبيجي اليبيدي البيكاكي هي المسيطرة على قوات سوريا الديمقراطية، مجرد اسم تم تغييره، لكن هي قوات كردية، جميعها قوات كردية تضع مثل ما كانت غرفة عمليات الفرات وغيرها تضع بعض فصائل الجيش الحر تحت أجنحتها كي تقول معنا قوات من الجيش الحر، لكن بالحقيقة هي قوات كردية تسيطر. جيش العشائر هو جميعه من أبناء محافظة رقة، من العاب، من أبناء مدينة تل أبيض، من أبناء القرى حول مدينة تل أبيض التي تحررت من تنظيم داعش، فهذا الشيء لن يكون في صالح القوات الكردية أن يكون لأبناء المنطقة للعاب قوة كبيرة أن تتزود بأسلحة أن تكون قوة منافسة لها، هذا الشيء سيجعلهم عاجزين عن طرد العرب، عن تهجير العرب، عن 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 احتلال القرى العربية أو عن اعتقال أي عربي إلا بموافقة، وهذا الشيء الذي لا تريده القوات الكردية حتى اليوم. نعم أستاذ أحمد، بما أننا تطرقنا لقوات سوريا الديمقراطية هذا الفصيل الجديد الغريب، أريد أن يعني أسألك عن رأيك بالتزامن كيف زامنت قوات سوريا الديمقراطية انتقالها من الحسكة أو من شرق شمال سوريا إلى الغرب، بالتزامن مع تهديد تركيا بعدم الاقتراب من غرب الفرات للأكراد أو من يحالفهم، وطلب أنباء عن طلب النظام السوري من الأكراد بالانتقال أعمالهم من الحسكة أو من شمال شرق سوريا إلى غرب الفرات. لماذا تزامنت انتقال قوات سوريا الديمقراطية إلى شمال حلب مع تهديد تركيا ومطالب نظام الأسد بهذا الأمر؟ للأسف إن سمحت لي سأخذ وقت قليلا من الوقت لإيضاح بعض النقاط المهمة.
أول نقطة عندما نقول أن النظام طلب من القوات، نحن كأننا نقول أن هناك فقط صفقة تعامل بين النظام والقوات القيادية. النظام والقوات القيادية هو جزء واحد، هذا الشيء لا يحتاج إلى اثنين لتأكيده. الكل يعلم في مدينة القامشلي أو في مدينة تأس العين أو في مدينة الحسكة، تلك هي مقرات النظام، تفاعل حزب مفتوح، المحافظ موجود، أعلام النظام تزين جميع مدينة الحسكة، هذا الشيء يعلمه الجميع، وكذلك الأمر في مدينة تأس العين. النظام والأكاد هم جزء واحد. عندما يتم تحية منطقة معينة وتدخل قناة الميادين أو قناة النظام السوي وتصور فيها برفقة قوات سوريا الديمقراطية، هذا يعني أن 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 من يشب على العمليات أو من يدير العمليات هو النظام الأسدي. فكيف يسمح لقناة الميادين الموالية للنظام الأسدي أو قناة سوريا الإخبارية بالدخول إلى مواقع تم تحييها كما يقولون قوات سوريا الديمقراطية التي لا تمد بسلة للنظام بالدخول ورفقة سوريا قوات من سوريا الديمقراطية والتصوير والتجول بالمنطقة؟ هذا شيء منتهي، النظام وقوات سوريا الديمقراطية جسد واحد. بالنسبة كما ذكرت، الكل يعلم بعد حالة إسقاط الطائرة الروسية التي قامت بإسقاطها القوات الجيش التركي، بدأت روسيا تبحث عن انتقام جديد ضد تركيا. جميع الانتقامات تحدث على أرض سوريا. كما تشاهد أن قام البغدادي بأي عمل بأي دولة بأوروبية، تقوم هذه الدولة بقصف مدينة ترقة، وكأن مدينة ترقة هي الصانع للإرهاب وهي من أنتجه. كذلك الأمر روسيا أرادت الانتقام من تركيا بتقويت القوات الكردية. الكل يعلم أن القوات الروسية أسقطت عدة دفعات من الذخائر والأسلحة إلى القوات الكردية في مدينة عفرين، وهي من قامت بدعمها. الكل يعلم عندما تتقدم القوات الكردية أو جيش الثوار أو وحدات سوريا أو جيش سوريا الديمقراطي الجديد، عندما تتقدم باتجاه مناطق قيف حلب، القوات الروسية تقوم بمساعدتها، طيران روسي حتى في معارك ضد الجيش الحر، الطيران الروسي يقوم بمساندتهم. اليوم تحاول قوات سوريا الديمقراطية بأي طريقة وبأسرع ثمن أن تتقدم للسيطرة على مدينة جابلس، للسيطرة على مدينة منبج، والذهاب باتجاه مدينة الطبقة التي هي تعتبر تابعة على مدينة أراقة. نقطة مهمة أخيرة إن سمحت لي بأقل من دقيقة. نعم تفضل. اليوم هناك حالة في تل أبيض خلال أيام ستنقلب بعكس ما تمناه الأكاد. اليوم عمل أكاد عندما قمنا ضد تنظيم داعش الإرهابي، أكبر إرهابي، الكل يعلم أننا لم نسلم في تنظيم داعش من داخل السوري، بل لحقنا إلى هون. الكل يعلم أن تنظيم داعش بدأ بالاغتيالات في تركيا، ولم نقف عند هذا الشيء ولم يراجعنا. الكل يعلم أن اليوم القوات القيادية تحمل أيضا نفس الأفعال التي بدأ بها تنظيم داعش، من تهجير، من حالات اعتقال، من حالات هدم منازل. هذا الشيء لن يكون مقبول، هذا الشيء لن توافق عليه القوى العربية، أبناء العرب. الكل يعلم أن مدينة تل أبيض وريف حلب هي ذات أغلبية عربية، ذات كنا نعيش بسلم، نحن نقول وقلناها ونقولها أن الأكاد هم أخوتنا، جزء من سوريا، جزء من النسيج السوري. لكن كما الأكاد المدنيين عاجزون، كما المواطنين العرب عاجزون، القوات القيادية المتمثلة باليبيجي باليبيدي هي التي تتحكم وهي. وأقرب مثال على ذلك يوم البارحة، قوات الأسايش في مدينة الحسكة قامت باعتقال أحد إعلاميين أو ناشطين مدينة الحسكة لأنه يكتب ضدهم، لأنه ينشر الحقيقة، وقاموا بقطع أحد أصابعه. هذه الحادثة يوم البارحة. فإذا الإجرام والخوف من الأعمال والأفعال الإجرامية هي لا تختلف بين القوات القيادية وبين تنظيم داعش. يعني سؤال أخير أستاذ أحمد، أود أن أسألك، هل هناك تنافس يعني واضح بين جبهة الثوار رقة وبين الميليشيا الكردية في تلك المنطقة؟ يعني هل هناك مضايقات تحدث لجبهة الثوار الرقة؟ هذا شيء طبيعي، وكما ذكرت لك، تخيل أكثر من 11 يوما القوات الكردية تمنع حتى وصول الخبز إلى مواقع سيطرة لواء ثوارقة أو جبهة ثوارقة. الكل يعلم أنه عيسى قائد لواء ثوارقة، من أقدم قادة الألوية الذين يقاتلون داعش، من الفصائل الجيش الحر التي وقفت مع الأكاد عندما حاولت داعش التقدم باتجاه مدينة عين عرب والسيطرة عليها. الكل يعلم أن هم لواء ثوارقة هو من أبناء العرب أن يحمي أبناء المنطقة، أن يتقدم باتجاه مدينة ترقى لاستكمال عملية التحية. اليوم القوات الكردية لا تريد هذا الشيء، لا تريد لفصيل من أبناء العرب أن يتقدم ويحارب، تريد دائما أن تكون راية التحية هي بيدها، تريد الكل أن ينطوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية الجديدة. نعم، شكرا لك الأستاذ أحمد عبد القادر، مدير مؤسسة عين على الوطن، على ما أفدتنا به. يعني كان حديثنا طويل مع الأستاذ أحمد عبد القادر، الذي أفادنا بفعلا أن جبهة ثوار سوريا أعلنت حل جيش العشائر بسبب حصاره من قبل الميليشيا الكردية المدعومة أمريكيا. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام مشوارنا لهذا اليوم، أشكر لكم كرم المتابعة، ولمزيد من التطورات تابعونا على موقعنا jisr.tv.com وعلى صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. يتجدد موعدنا معكم غدا إن شاء الله. دمتم برعاية الله.